بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد صلى الله عليه وسلم إخواني مهندسي الشبكات في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية في الفيديو السابع عشر والخاص بمنهج السكيورتي بلس شاهد تعلم واستمتع هذا الفيديو راح يكون بدايه الفصل الرابع واللي بيتكلم عن رصد وكشف التسلل مراقبه الشبكه والتصدي للهجمات التي قد تتعرض لها ومحاولات التسلل اليها تعتبر من النقاط المهمه الذي يجب توفيرها في داخل الشبكه وذلك او بهدف حمايتها يوجد لدينا مجموعة من الأجهزة والبروتوكولات والبرامج التي سوف نسلط عليها الضوء في هذا الفصل واللي من خلاله راح نتمكن من عمل مراقبة للشبكة وكذلك عمل intrusion detection أو منع التسلل نبدأ مع نظام كشف التسلل intrusion detection system ويتم اختصارها بالـ IDS الـ IDS هي عبارة عن نظام حماية من الممكن أن يتم تشغيله في داخل الشبكة لو حنترجم معنى الجملة حنفهم عمل هذا هذه التقنية كلمة intrusion تعني التسلل أو التخيل detection تعني الكشف وسيستم تعني نظام فلو جمعناهم مع بعض تكون الجملة نظام كشف التسلل نظام كشف التسلل هو نظام يقوم بمراقبة حركة البيانات في داخل الشبكة وإذا وجد حركة بيانات مشبوه فيها فإنه يقوم بإرسال تحذير alert إلى جهاز مسؤول الشبكة لكي يتصرف ويمنع البيانات المشبوه فيها والبيانات المشبوه فيها تتمثل في الفيروسات البرامج الضارة الديدان هجمات حجب الخدمة محاولات الاختراق كسر كلمات السر وغيرها من الهجمات والملفات الضاره والتي تمر في داخل الشبكه على شكل حركه بيانات سيئه ومشبوه فيها طيب هو كيف يعرف ان هذه البيانات التي تمر في داخل الشبكه هي مشتبه فيها الجواب ان الاي دي اس يتعرف على البيانات المشتبه فيها بسبب الرولز القواعد وهي مجموعة وقائمة من القواعد التي تصف حركات البيانات المشبوه فيها تصفها المين لجهاز الـ IDS بحيث الـ IDS يتعرف على هذه البيانات المشبوه فيها عندما تمر عليه فيقوم بإرسال التحذير وبالتالي نستطيع وصف القواعد الرولز بالوصف الذي يتم من خلاله وصف أشكال الفيروسات والهجمات بأنواعها يتم وصفها إلى الـ IDS لكي يتمكن من التعرف عليها لحد هنا تمام ولكن كما نعلم الهجمات على الشبكة متجددة وبين فترة وأخرى يظهر لنا أنواع جديدة من الهجمات وبالتالي الهجمات الجديدة سوف لن يكون لها رول أو وصف لها وبالتالي عندما تمر من خلال جهاز الـ IDS سوف لن يرسل تحذير لماذا؟ لأنه لا يملك رول لها أو وصف عنها لذلك يجب أن يكون نظام الـ IDS متصل بالشركة المصممة له من خلال شبكة الانترنت وذلك لتنزيل التحديثات من الشركة والتي تتضمن الرولز الجديدة لتصف الـ IDS الهجمات الجديدة والملفات الضارة الجديدة الـ IDS بيأتي بعدد من الأشكال ممكن نعددها بأربع أشكال الشكل الأول جهاز IDS زي ما احنا شايفين امامنا هنا ممكن يجينا على شكل جهاز اي دي اس هاردوير مخصص لكي يعمل بوظيفه واحده اللي هي وظيفه الاي دي اس نظام كشف التسلل في داخل الشبكه والبرامج الضاره بشكل عام الشكل الثاني اللي ممكن يجي في نظام الاي دي اس اللي هو عباره عن كرت يطلق عليه الاي دي اس مديولر زي ما احنا شايفين امامنا هنا بحيث هذا الكارت بيتم تركيبه في جهاز شبكي يحتوي على في طبعا على فتحة توسعة تابعة لجهاز الـ IDS ف يعني فتحة توسعة زي فتحات التوسعة اللي احنا شفناها مثلا اللي نعرفها في أجهزة الكمبيوتر من خلالها ممكن احنا نركب كروت زي كرت الشاشة خارجي أو كرت مودم أو كرت صوت نفس الفكرة بعض أنواع الراوترات بيجي فيها فتحات توسعة تكون مخصصة مثلا للاي دي اس وغيرها من الاجهزة فاذا كان يدعم تركيب ميديولر فعندنا راح نشتري ميديولر ونركبه في واحدة من فتحات التوسعة في داخل جهاز الراوتر فراح يشتغل الراوتر وقتها كجهاز راوتر وكآي كذلك بعض انواع الفاير وول بيجي فيها فتحات توسع ممكن احنا نركب فيها اي دي اس ميديولر فراح يشتغل كجهاز جدار ناري فاير وكذلك اي دي اس الشكل الثالث وهو أن يتم تفعيل الـ IDS كخاصية في داخل نظام التشغيل إذا كان يدعم ذلك مثل إيش؟ مثل نظام تشغيل سيسكو الـ IOS بعض أنواع الـ IOS بتقبل تفعيل خاصية الـ IDS فعندها يطلق عليها IOS Based IDS الشكل الرابع وهو برنامج IDS ويكون عبارة عن برنامج كسوفت وير طبعا من ناح... طبعا راح يتم تنزيله مثلا على سيرفر معين من السيرفرات الموجوده على نظام التشغيل وراح يشتغل اي دي اس من ناحيه القوه ف... ف... آه من ناحيه القوه في الاداء فبالترتيب الاشكال الاربعه يعني راح يكون الاقوى ان يكون عندك جهاز هاردوير اي دي اس بعد كذا من ناحيه القوه حيكون المديولر وبعد كذا آه من ناحيه القوه رقم ثلاثة حيكون آه مثلا من ناحية تشغيل السوفت وير سواء من الاي او اس او انه يشتغل ك وير في نظام مثل نظام ويندوز مثلا في نقطة في الاي دي يجب التركيز عليها وهي ان نظام الاي دي يراقب ويحذر مهندس حماية الشبكة ولكنه لا يقوم بسط وايقاف الهجوم وإنما يترك ذلك على مهندس حماية الشبكة بيتم تشبيه الـ IDS بالكلب الذي ليس له أسنان فلو أنت في البيت الموجود في مكان مثلا نقول مقطوع في مثل الصحراء أو غابة أو مزرعة وفي الليل هجم لصوص على منزلك فسوف ينتبه هذا الكلب إليهم ورح يحذرك عن طريق نباحه رح ينبح بصوت عالي وبالتالي أنت رح تنتبه لو كنت نايم رح تصحى ولكن هذا الكلب لن يتمكن من صدهم والهجوم عليهم لانه لا يملك اسنان وبالتالي نباحه حيكون مهم طالما كان صاحب المنزل موجود ولكن ماذا لو لم يكن صاحب المنزل موجود وكان المنزل فارغ فسوف لن يفيد النباح لانه وقتها راح يتمكن اللصوص من الدخول الى المنزل نفس الفكره مع الاي دي اس لو اكتشف الاي دي اس حركه بيانات سيئه فسوف يرسل تحذير إلى جهاز مهندس حماية الشبكة. ولكن ماذا لو كان مهندس حماية الشبكة غير متواجد على جهازه؟ مثل أن يكون في اجتماع أو مريض في المستشفى إلى آخره. عندها التحذير سوف يكون عديم الجدوى. وذلك لأن حركة البيانات السيئة سوف تدخل إلى الشبكة وتلحق الضرر فيها. وكذلك أحيانًا حتى لو كان مهندس حماية الشبكة موجود. واستلم التحذير في احيانا كثيره يكون تدخله ياتي بعد حصول الضرر في داخل الشبكه فيجب الانتباه ان الاي دي فقط يقوم بالكشف وليس التصدي في نقطه هنا في الرسمه اللي هنا اللي احنا شايفينها حابب انبه عليها طبعا اول شيء هذا يكون شكل الايكون الخاصه بجهاز الاي دي لما نشوفه مثلا في اي مخطط من مخططات الشبكه نفهم ان هذا جهاز اي موجود عندي في الشبكه هنا عندي الفاير وول، الجدار الناري وهنا عندي الاي دي اس طيب بس اللي ابغى انبه عليه انه لما يكون عندنا جدار ناري في داخل الشبكه احنا عارفين الجدار الناري بيقفل كثير مثلا البورتات اللي احنا ما نبغاها يعني البورتات اللي ما نحتاج نستخدمها في داخل الشبكه بنقوم بنقفلها من خلال الفاير وول ممتاز. دائما لما يكون عندك اي دي اس وتبغى تركبه في داخل الشبكه ركبه بعد الفاير وول مش قبل الفاير وول ليش؟ لانه لو ركبنا الاي دي اس قبل الفاير وول ففي حركات بيانات ممكن اصلا الفاير وول كذا كذا حيمنحها فحيجيني عليها تحذيرات وهي اساسا راح يمنعها الفاير وول فكذا انا بجهد الاي دي اس وكمان بجهد مهندس حمايه الشبكه ببلاغات اوريدي الفاير وول فبالتالي يجب تركيب الاي دي بعد الفاير وول بحيث تمر البيانات اولا على الفاير وول البيانات اللي راح يغلقها الفاير وول ما راح تدخل فقط البيانات المسموح لها حيتم مراقبتها من خلال نظام كشف التسلل الاي دي وبالتالي راح نقلل من استهلاك مراقبة الـ IDS لحركة البيانات اللي أحيانا بعضها يكون مو ضروري يعني لأنه الفايروول كذا كذا ما راح يسمح بدخول لأن البورتات الخاصة فيها مغلقة طبعا زي ما تكلمنا عن جهاز الـ IDS أنه فقط ينبه ولكنه لا يتصدى فكان لابد من تطوير للـ IDS وطبعا في السابق قبل أن يظهر التطوير كان وجوده مهم في, في حماية الشبكة وذلك من باب انه نص العمى ولا ومش العمى كله يعني على الاقل فيه تحذير ولا انه لا تصطي ولا تحذير لكن حاليا تم تطوير جهاز او نظام الاي دي اس الى نظام اخر واللي هو نظام الاي بي اس نظام الكشف التسلل والمنع Intrusion Prevention System نظام منع التسلل و يعتبر الاي بي اس هو تطوير للاي دي اس وهنا كما نرى تم استبدال كلمه الكشف اللي هي Detection آه تم استبدالها بايش؟ بالمنع البريفينشن آه 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 تم استبدالها بالمنع الـ Prevention حيث يقوم نظام الاي بي اس بنفس وظيفه الاي دي اس من ناحيه مراقبه حركه البيانات ولكنه عند اكتشاف حركه البيانات المشبوهه فهو لا يكتفي فقط بإرسال تحذير وإنما يقوم بالتصدي للبيانات السيئة ومنع دخولها للشبكة وبالتالي يجمع بين نقطتين مراقبة الشبكة بالإضافة إلى التصدي ومنع دخول البيانات الضارة والمشبوه فيها إلى داخل الشبكة لذلك حاليا جهاز الـ IDS نادر الاستخدام وذلك لأن جهاز الـ IBS أو نظام الـ IBS حل محل الـ IDS فبالتالي اصبح الاي دي اس استخدامه في داخل الشبكه يقل تدريجيا، وغالبا لما تشوف جهاز اي دي اس في شبكه معينه تعرف انه هو متركب من فتره قديمه، يعني الشبكه نفسها شبكه قديمه، اما الشبكات الحديثه فاصبحت تستخدم نظام الاي بي اس. الاي بي اس مثله مثل الاي دي اس من ناحيه اعتماده على الرولز، وهي القواعد التي يتم من خلالها وصف البيانات المشبوه فيها، والرولز في منها الجاهز من الشركه المنتجه للاي بي اس ويحتاج من مهندس حمايه الشبكه تفعيلها كذلك من الممكن ان يقوم مهندس حمايه الشبكه بنفسه ان يقوم ببرمجه الاي بي اس على قواعد جديده ويجب الانتباه الى ان الشبكات تختلف من ناحيه بنيتها التحتيه والاجهزه الموجوده فيها وحركه البيانات التي تمر فيها وكذلك الغرض منها لذلك لا يوجد اعدادات رولز موحده لجميع أجهزة الآي بي إس، لجميع الشبكات، وإنما يقوم أولا مهندس حماية الشبكة بدراسة الشبكة اللي راح يتم فيها يعني راح يتم فيها تركيب الآي بي وعلى أساس معرفة الشبكة راح يقوم مهندس حماية الشبكة ببرمجة الآي بي إس بناء على الشبكة التي سوف يعمل فيها جهاز الآي بي إس، إذا لازم نأخذ بالنا إن الرولز ممكن تكون مختلفة. يعني احنا ما راح نشتري مثلا اي بي ونركبه ونفعل كل شيء وانتهى الموضوع لا حس اول شيء لازم مهندس حمايه الشبكه يدرس الشبكه يتعرف عليها يتعرف على حركه البيانات الموجوده فيها بعد كذا على اساس ذلك راح يبرمج نظام الاي بي اس الاي بي اس كاشكال بيجي على نفس اشكال الاي دي اس يعني ممكن يجينا على شكل جهاز زي ما احنا شايفين هنا جهاز اي بي اس طبعا الشركات المصنعة لجهاز اي بي اس عندنا زي سيسكو عندنا زي جينيبر ممكن يجينا في الشكل الثاني اللي هو ميديولر زي ما احنا شايفين هنا يتم تركيبه يعني على شكل كرت اي بي يطلق عليه اي بي اس ميديولر بيتم تركيبه مثلا في جهاز راوتر بيكون فيه له فتحات توسعة تسمح بتركيب كرت اي بي او جهاز فاير ممكن يجينا على شكل سوفت وير سواء ان يتم تفعيله في داخل نظام تشغيل مثلا الراوتر والفاير وول مثل الاي او الخاص بسيسكو اذا كان يدعم ذلك فعنده راح يطلق عليه اي او اس بيست اي بي اس او ان يكون على شكل سوفت وير يتم تنزيله على نظام تشغيل ويندوز لينكس ويتم يتم تشغيله كاي بي اس سيرفر هنا بيتم دائما لما يقارنوا بين الاي بي اس وبين الاي دي اس بيقولوا ان الاي دي اس هو الكلب الذي ايش؟ لا ي... كلب حراسة لا يمتلك اسنان. بينما الاي بي اس فهو كلب حراسة يمتلك اسنان. فبالتالي الاي دي ينبح فقط للتحذير لتحذير صاحب المنزل. اما الاي بي فهو ينبح بالاضافة الى ذلك فهو يقوم بالهجوم مثلا على اللصوص والتصدي لهم. فبالتالي بيقوم بايش بوظيفة افضل من الكلب اللي فقط يقوم بالنباح الاي بي اس يقوم بمجرد انه يشوف اي حركة بيانات مشبوه فيها طبقا للرولز اللي مبرمج عليها راح يقوم بمنعها من الدخول في داخل الشبكة وبعد كده راح يرسل تحذير وفي كل الاحوال راح يرسل تحذير الى مهندس الشبكة يخبره فيها انه هو اكتشف حركة بيانات مشبوهة وانه تعامل معها ولم يقم بالسماح بمرورها إلى داخل الشبكة هنا إيش راح نستفيد تخيل معي مثلا مهندس الشبكة كان في اجتماع أو كان مثلا في المستشفى أو لم يحضر كان غايب فعندها بي اس ما راح يحتاج إلى تدخل من مهندس الشبكة كذلك زي ما ذكرنا أحيانا حتى لو كان مهندس الشبكة موجود فأحيانا تدخله يكون غالبا في بعد فوات الاوان يعني يكون الضرر حصل على الشبكه الاي بي اس ما يوصل المساله لهذه المرحله ما دام اكتشف ان هذه حركه بيانات سيئه فبيقوم بالتصدي لها ومنعها من الدخول الى الشبكه وبالتالي طبعا يوفر جهد كثير ويقلل من مخاطر كثيره ويقدم حمايه ممتازه للشبكه السيكيورتي Alerts سواء في الاي دي اس والاي بي احنا قلنا ان التحذيرات اللي راح يتم اطلاقها سواء من الاي بي او الاي IDS بمجرد أن يشوف حركه بيانات مشبوه فيها بيتم تقسيمها الى اربع انواع وهي كالتالي النوع الاول اللي هو الترو بوزيتيف تحذير ايجابي وهو ان يتم تحذي، ارسال تحذير الى مهندس حمايه الشبكه وهذا التحذير بيكون على اساس تحذير من خطر تم اكتشافه في داخل حركه البيانات في داخل الشبكه التحذير الثاني اللي هو النوع الثاني من انواع التحذيرات اللي هو بوزيتيف وهو تحذير سلبي تحذير سلبي من ناحيه ايش انه الاي دي او الاي دي اس قام بارسال تحذير من خطر توقع انه خطر وهو فعليا مو خطر فمثلا من الرولز او القواعد او الوصف للخطر للخطر انه لو تم ارسال بينج بشكل متواصل فانه يتم اعتبار ذلك نوع من انواع الهجمات المتمثله في حجب الخدمه ولكن مثلا خلينا نفترض ان في شخص من الدعم الفني او مهندس شبكه اثناء اثناء عمله قام بعمل بينج متواصل من غير انقطاع مثلا كان بيشتغل على الراوتر ويريد أن يكون على علم إذا كان سوف يحصل انقطاع للراوتر أثناء عمله عليه أو لا فبيكتب الأمر بينك وبعدين سبيس وبعدين ماينس بعدين تي وبعدين يكتب الاي بي ادرس فبيتم ارسال بينك غير منقطع من جهازه اللي هو جهاز المهندس الى الراوتر وراح يظل مستمر حتى يقوم مهندس الراوتر او مهندس الشبكه بقطع البنك من خلال كنترول سي هنا لما الاي بي اس او الاي دي يشوف انه هناك بنك بشكل متواصل فراح يتوقع ان هذا هجوم ما راح يتوقع انه لا هذا شيء طبيعي ان هذا مهندس شبكه وشغال على الراوتر مثلا عن بعد ويبغى يتاكد انه الاوامر اللي راح يكتبها ما راح تؤدي الى قطع الاتصال مثلا قطع اتصال اتصاله مع الراوتر او ايقاف الراوتر عن العمل فعنده ايش راح يسوي راح يقوم باطلاق التحذير راح يحذر ان في هجوم بس هذا التحذير تحذير سلبي مش ايجابي لانه وقتها لما يجي مهندس الشبكة يفحص التحذير ويشوف ايش المشكلة يكتشف انه لا هذا مو هذا مو تحذير من خطر حقيقي وانما تحذير خاطئ لذلك يسمي تحذير سلبي بوزيتيف او تحذير كاذب خاطئ طيب النوع الثالث اللي هو ايش الترو نيجاتيف وهو آه ان تكون حركه البيانات سليمه ترو نيجاتيف يعني نيجاتيف يعني ما ارسل تحذير وهنا ترو نيجاتيف يعني ما ارسل تحذير بشكل طبيعي يعني او واقعي او صحيح ليش لان حركه البيانات سليمه ولا تحتوي على اي حركه بيانات مشبوهه وبالتالي لن يتم اصدار تحذير من قبل الاي بي او الاي دي اس فعندها يطلق على هذا عدم ارسال التحديث عدم ارسال التحذير ترو نيجاتيف احنا عندنا كلمه بوزيتيف يعني ايجابي ونيجاتيف يعني سلبي نيجاتيف انه ما تم ارسال تحذير اما بوزيتيف يعني تم ارسال تحذير النيجاتيف انه ما ارسل تحذير بس هو ترو حقيقي يعني صحيح لانه ما عندنا اي حركه بيانات انه ما مرت عليه اي حركه بيانات سلبيه فبالتالي شيء طبيعي انه ما يرسل تحذير النوع الرابع من انواع التحذيرات اللي هو الفولس نيجاتيف وهو ايش وهو ان لا يقوم بارسال تحذير ولكن بشكل سلبي ليش لان هناك خطر من ناحيه حركه بيانات سيئه بتمر على الراوتر ومرت على الاي بي اس او الاي دي اس ولكنه ما اعطانا تحذير ليش لانه لا يملك رول او وصف عنها مثلا كونها نوع جديد من الهجمات عندها عندما يمر هذا الخطر او حركه البيانات السيئه على جهاز الاي بي اس او الاي دي اس فما راح يقوم راح تمر عليه على الجهاز ودون ان يتم اطلاق تحذير فعندها راح يطلق على هذه الحاله فولس نيجاتيف او سلبي خاطئ او سلبي كاذب يعني انت ما عم ترسل تحذير يعني المفروض ان افهم ان انت في حاله النيجاتيف يعني المفروض الوضع طبيعي لكن هنا فولس كذب يعني انه حصل انه مرت بيانات خطره من عليك لكن انت ما تحذير لانك انت كجهاز اي دي او اي ما تملك رول او وصف عن حركه البيانات هذه كما يتضح من الاربعه انواع فعندي النوعين اللي انا مخليها لكم باللون الاسود هم اللي المفروض يكونوا صح والنوعين الاحمر هم الخطر فعندي اللي هو الترو بوزيتيف والترو نيجاتيف هما النوعين المطلوبين من انواع التحذيرات من سواء من جهاز الاي دي اس او الاي بي اس أما النوعين اللي هما الفولس نيجاتيف والفولس بوزيتيف فكلاهما موجودان لكن مشكلتهم انهم راح يمثلان ايش نقاط ضعف موجودة في سواء في جهاز او في نظام تحذير جهاز الاي بي اس والاي دي اس وهنا يجب طبعا على مهندس الشبكة انه كل ما يعني او, مهند أو المبرمج الخاص بالاي دي والاي بي كل ما كان برمجته لي يعني عاليه وكل ما كان يعني منزل التحديثات اول باول فرح مشكله نقطه الضعف الفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف راح تكون اقل وكل ما كان مبرمج الاي بي اس او الاي دي يعني غير متمكن وغير متابع للتحديثات فعندها راح تزيد مشكلة الفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف آه نبغى نختم موضوع الـ IDS والـ IBS بالريسك ريت أو ريتنج آه أي تحذير راح يتم إرساله سواء من جهاز الـ IBS أو الـ IDS راح يكون متبوع بالريسك ريتنج اللي هو نقدر نقول معدل الخطورة او مؤشر الخطورة وهي من خلاله راح يبين نسبة الخطر هل هو عالي ام منخفض فمثلا لو جاني تحذير يبين مثلا هل هذا التحذير عالي خطر كبير او انه لا والله خطر يعني ممكن ما يكون هو خطر بس مو مؤذي بشكل كبير فعندي راح يكون تقييم هذا الخطر. يعني قليل الريسك ريتنج اللي هي تقييم التحذير من الخطر اللي تم التنبه عليه سواء من جهاز الاي دي اس او الاي بي اس الى هنا نكون وصلنا الى ختام هذا الفيديو واللي اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون قد نال على اعجابكم واستحسانكم وحتى القاكم باذن الله في الفيديو القادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقميه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته